حكومة دوا في سوق النحاس بالقيروان، معاكم حرفي من سوق النحاس كمال الصدفي أحد أرباب الصناعات التقليدية. نحن دوا نعيش في السوق هذايا الدعاشية بتاع المولد النبوي الشريف، وقاعدين نحضروا في النحاس، وفما شوية حركية في السوق هنا، وقصدروا في الماعون اللي يتهز في الموسم في المولد نحاس للعرب. ديما كل عام هكا فرحانين من كل مولد المولد ومن أحسن إلى أحسن. يجي عدد كبير من الزوار في المولد. يجيوا في المولد بعض من الزوار من مناطق الكلال المجاورة أو حتى من البلدان البعيدة شوية، فهمتني؟ ويشريوا ويقصدروا، وتوقع أنت عشية كما قلت لك في السوق في الماعون، شوية قصدير شوية الناس تشري تزهز. هذه هي توفي جميع الصناعات، كل تعرف القروان متسمى عليها الزربية، متسمى عليها المقروض بجملته من النحاس، أو فهمتني؟ هذا هو اللي موجود. الصنعة هذه صنعة تقليدية، هذه صنعة تقليدية متوارثينها على جدود أبن عن جد. الصنعة هذه صنعة عريقة ياسر، فيها برشا اسماعيلية يخدموا، الناس كل تسقى اللي يكون واحد في ميدان يخدم بالطرقة ويصنع ويصنع واللي قصدر تقليل. نتعاملوا توا عندنا 36 دكان في السوق النحاس، فما بون اللي معناها مسكر وفما اللي محلول، فهمتي؟ وتعرف في الفترة هذه كما قلت لك فما شوية خدمة في السوق. محمد الهادي الشابي أمين سوق النحاس القيروان، بمناسبة كل مولد نبوي شريف ولا احتفالات بالمولد نبوي شريف في القيروان، فما حركية غير عادية في قطاع النحاس المتروك، معناها سوق على قدم وساق في المدة ذي باش يحضر الأواني النحاسية، خاطر نصوروا فما تقريب مليون زائر هذوما مش يجيو القيروان نورمالمون، باش ابار المقروض او الزربيه او الحايك رموز القيروان، كذلك النحاس المتروك معناها الحرفيين قاعدوا يخدموا، وصنعة هذه معناها صنعة من اقدم الصناعات التقليدية في القيروان، معناها يعود تاريخ الى الدولة العثمانية اللي قاعدة معناها التوى معناها في تقريبا 3 قرون، وصنعة هذه معناها واقعة في خضم تطور العصر.